السلام عليكم البنات، سمحوا لنا بزاف راه تقطع اللايف حيت الكونيكسيون ما كايناش مزيان، ما مزياناش يعني ما بغاش دير معنا المزيان. غادي نكملوا على بركه الله. بالنسبه لونسومبل ديالنا على هذا الشكل هذا اللي اقترحت عليكم، لونسومبل البلدي الصغير، شي حاجه اللي غزاله وديال ديما. لا ما تقطعش، لا مازال خدام. مرحبا حبيبه ديالي امينه. بالنسبه للبنات راه ماشي مهم انكم تشوفوا دابا، ولكن اللايف راه غيبقى اونغوجيستري في الجروب، يعني في اي لحظه ممكن تعودوا، حيت غندير لكم غير قصير باش تشوفوا لي زارتيكل بالزربه، باش تشوفوا لي زارتيكل كاملين. مهم بالنسبه لي زارتيكل اللي اقترح عليكم ام المهدي، السلام صافا، مرحبا بك رفيقه امينه، مرحبا بكم البنات، مرحبا والف مرحبا بكم. دابا غادي نوريكم لونسومبل عن قرب كيفاش كيبان. بالنسبه للاباك ديالو كيف قلنا في اللايف الاول اللي تقطع لينا على هذا الشكل هذا، غادي دابا نشوفوها كيفاش كيجي في اللبسه ديالو، كيجي على هذا الشكل هذا بحال هكا لونسومبل، يعني كتجي شي حاجه خطيره، شي حاجه زوينه، فيه لي بوكل حتى هما على هذا الشكل هذا هكا من اللور ديالها في السداده على هذا الشكل هذا. وبالنسبه لاشين ديالو، لاشين فوندونتيف، حتى هي على هذا الشكل، على هذا الشكل هذا. هذا هو لونسومبل اللي اقترحت عليكم، هذا ب 3299 درهم البنات. بالنسبه للبوندونتيف من اللور على هذا الشكل هذا، يعني كتبان لكم مزيان، وحتى لاشين راها ديال نيلو ولكن صحيحه، صح العمل. دابا غادي نوريكم هاد لونسومبل حتى هو اللي داير البوس بيجوتري فاتين، اونسومبل 23 اللي معروف عندنا. هذا هو لونسومبل اللي فيه لي بوكل ولا شين بوندونتيف، هذا داير 799 درهم، 16000 ريال البنات. غزلان مرحبا بك حبيبه ديالي، مرحبا بكم البنات اللي كيتفرجوا فينا دابا. هذا هو لونسومبل البنات، يعني كيجي شي حاجه زوينه خفيف ديال ديما. دابا غادي نوريكم هاد لي بوكل، الناس اللي ديجا خداو من عندنا السنسله ديال الخميسه وباقي ليهم لي بوكل، يعني لي بوكل اللي بغات اي لون ديجا خدات السنسله، ممكن تتواصل معايا في الواتساب ديالي 0023 62 56 86 باش تاخذ لي بوكل، حتى هما دايرين 599 درهم، يعني 12000 ريال البنات. السداده ديالهم هي هادي على هاد الشكل هذا. هادو لي بوكل اللي اقترحت عليكم كيجيو على هاد الشكل هذا، كنتمنى يكونوا واضحين بالنسبه لكم. ودابا غادي نشوفوا هاد النباله كيفاش كتجي. بالنسبه للنباله على هاد الشكل هذا، النباله معروفه انها غليظه من القدام ورقيقه من اللور، كتجي هكا من الداخل ديالها كتبان على هاد الشكل هذا. هادشي كامل البنات غادي تشوفوه واضح مزيان. هنا فيها حجيرات بيان سيرتي، كنتمنى يكونوا باينين لكم. نعيمه حبيبه ديالي، لا كوموند ديالك مازال كتسنى فيك. ومرحبا بك حبيبتي معنا في اللايف. هنا فيها حجيرات بيان سيرتي، كتجي على هاد الشكل هذا السداده ديالها، كتجي هكا على هاد الشكل هذا. غادي نجربها لكم باش تشوفوها ملبوسه كيفاش كتجي. كتجي نبالا هكا، كتجي شي حاجه زويونه. تلتلاف وسبعمية وتسعود وتسعين درهم البنات، تلتلاف وسبعمية وتسعود وتسعين درهم هاد النبالة. كنتمنى تكون واضحة بالنسبة ليكم، باينة كتجي في الإيد شي حاجة زويونة. تلتلاف وسبعمية وتسعود وتسعين درهم هادي. ودابا غادي نشوفو هاد المغياج، تا هو شي حاجة سامبل، فيه حجيرات هنا بيان سيرتي، كيجي هكا يعني بحال فيه ثلاثة، فيه ثلاثة اصلا على هاد الشكل هذا. هكا من اللور ديالو هذا البنات، 1799 درهم، 1799 درهم.
كيبان هكا الشكل ديالو على هاد هكا بحال هكا كيبان. 1799 درهم هذا البنات، كيجي هكا من اللور ديالو، شي حاجه زوينه وعاطي العين. ودابا غادي نشوفوا هاد لاشين بوندونتيف، هادي شي حاجه زوينه 2149 درهم. 2149 درهم هي 43000 ريال البنات، هادي 43000 ريال هادي البنات. كتجي هكا فيها حجرات بيان سيرسيي، وفيها حجره هنا في الخضيضر، ولاشين ديالها لاشين ديال شوبار، كتجي على هاد الشكل هذا، وهكا من اللور ديالها. وفاء حبيبتي مرحبا بك وفاء، مرحبا بالناس اللي معنا كاملين. كنتمنى يكونوا لي زارتيكل اللي بينت لكم اليوم واضحين بالنسبه لكم. على هذا الشكل هذا 43000 ريال البنات هذه، ولاشين راه فيها 46 سنتيمتر. دابا غادي نشوفوا معنا تشوفوا معنا هاد لاباك اللي صحيحه وغزاله. مرحبا بكم الناس كاملين، راه النمره ديالي ديجا ايبانكلي باش تواصلوا معايا في الواتساب. بالنسبه لهاد لاباك شي حاجه صحيحه وزوينه، فيها حجرات هنايا بيان سيرتي مدفونين كيف كيبانوا لكم على هاد الشكل هذا، ومن اللور ديالو هكا. هذا راه الصح والعمل البنات، ما تخافوش منه، الصح والعمل. بشرى مرحبا بك، وكيجي على هاد الشكل هذا في اللبسه ديالو، يعني كتجي شي حاجه عاطيه للعين وشي حاجه غزاله. هذا البنات اللي بغات البخي ديالو تواصل معايا في الواتساب ونعطيه لكم، نشوفني نتاكد منه. اهلا وسهلا حبيبتي وفاء، مرحبا بك حبيبتي. كاين هاد لاباك راها غزاله، الطابع ديال الديوانه كيبان هنايا، شي حاجه اللي عاطيه للعين كتعمر الايد، شي حاجه زويونه. دابا غادي نشوفو ثلاثة آلاف وتسعة وأربعين درهم. كاينه هادي البنات تا هي ممكن ديروها مع الشوبار، يعني كتجي حتى في الشوبار كتجي شي حاجه زويونه. هاد السنسله هادي السنسله ديال الميمه الكبيره، حبيبه ديالي رفيقه عجبك هاد لاباك هذا؟ وي حبيبتي شي حاجه زويونه والصح والعمل، شي حاجه صحيحه الا بغيتي الوالده ها هو نجمعوا لك كاين واحد نجمعوا لك. بالنسبه لهادي البلاكه ديالها على هاد الشكل هذا، الطول ديالها ندير لكم على يدي باش يبان الطول ديالها قداش، 3049 درهم يعني 61000 ريال. هذه ب 61000 ريال، وممكن ديروها مع الشوبا كتطلع ارخص، يعني كتطلع لكم تقريبا بشي 2199 درهم، شي 43000 ريال تقريبا. هكا من اللور ديالها. مرحبا حبيبتي سناء، حبيبتي لونسومبل ديال الدواور هذا هو الشكل ديالو، انا نيت لابساه، هذا هو الشكل ديال لونسومبل ديال الدواور. دابا راه ما جيبهش معايا، هذا النيت ديالي انا، راني ديما كنديرو في يدي وكنعجن به، كندير به كلشي في الدار، يعني ما كنخافش منه، وفي حجرات بيان سيرسي ما كنخافوش منه. المهم البنات كاينه هادي، كاينه هادي البنات حتى هي اللي بغاتها دير سكرين وتصيفط ليا في الواتساب ديالي 0923 62 85 86. حبيبتي رفيقه الا بغيتي قوليها ليا في ميساج بريفي في الواتساب، قولي وفاء خزني ليا وغنخزنو لك مع لي زارتيكل ديالك. ودابا غادي نشوفوا هاد لونسومبل هذا الكبير، شي حاجه اللي عاطيه للعين كيف كتشوفوا معنا على هاد الشكل هذا، فيه النباله نباله ولي بوكل ولا باغ ولا شين بوندونتيف، شي حاجه اللي غزاله ديال الحضور. وفاء هذا راه صيفطتي ليا في البريفي انه ديجا عجبك، منين شفتي شي حاجه زويونه بزاف. غادي نشوفوا النباله ديالو، يعني الصح والعمل، الناس اللي كيقولوا بغينا الصح دونك خاصكم تدفعوا الفلوس الصح حتى هو راه صحيح بثمنه. هذا البنات فيه هنا حجرات
في الغوز وفي الخضيضر، وهنا حجرات بيان سيرتي في البيض على هذا الشكل هذا مشبك. كنتمنى يكون واضح بالنسبه لكم. حتى اللور ديالو يعني واخا ما رقيقش بزاف ولكن صحيح صحيح بزاف بزاف، يعني هذا دايزو الكلام مزيان مزيان. دابا غادي نشوفوا لاباك ديالو على هذا الشكل هذا، نفس الديزاين اللي كاين في البراسلي، يعني شي حاجه اللي صحيحه وفيها حجرات بيان سيرتيه اللي ما تخافيش منهم. والصح والعمل البنات، الصح والعمل. غادي نشوفوا غير لاباك كيفاش كتجي على هذا الشكل هذا، والنبالات حتى هي غادي نسدها، عندها جوج سدادات يعني ما كتخافوش منها انها تطيح، ولو تحل السداده ما تطيحش النباله كاع، كتجي هكا يعني شي حاجه اللي رائعه، شي حاجه غزاله غزاله غزاله، يعني دايزو هاد لونسومبل دايزو الكلام، شي حاجه صحيحه. هكا هذا هو لونسومبل البنات. اللي بغات شي حاجه دير سكرين وتصيفط ليا لي بوكل ديالو، حتى هما على هذا الشكل هذا. او لاشين بوندونتيف، لاشين بوندونتيف على هذا الشكل هذا، على هذا الشكل هذا من اللور ديالها هكا. هذا داير تقريبا شي 20000 درهم، يعني شي 2 المليون تقريبا، الثمن ديالو 2 المليون بالتدقيق، ياك ياك 2 المليون. كنعطيكم تقريبا على حساب لاغيفاج، ممكن انني نقول لك 2 المليون على هذا لونسومبل، ولكن الى تباع غتقولي لي وفاء قلتي في اللايف 2 المليون، ممكن انه يجي قل كيف ممكن انه يجي كثر، داكشي علاش ديما كنعطي الثمن تقريبي، يعني راه السلعه كتبدل. وكبنا زينب جيهان مرحبا بكم البنات كاملين، مرحبا الف مرحبا بكم. لونسومبل كيف شفتوا معنا كيجي خطير خطير، زوين شي حاجه زويونه على هذا الشكل هذا، كيجي بحال هكا يعني عاطل العين، شي حاجه غزاله. الناس اللي عندهم فلوس وبغاو يبرعوا نفوسهم علاش لا، هاد لونسومبل ديال الحضور شي حاجه زويونه. هكا دير هكا البغاسلي، دير هكا من الداخل ديالو على هاد الشكل هذا. كنتمنى يكون واضح بالنسبه لكم، ومرحبا والف مرحبا بكم. تواصلوا معايا في الواتساب ديالي، ومرحبا البنات. شنو باقي لنا ما شفناش؟ نشوفوا باقي لينا هاد النباله هادي. مرحبا مرحبا بكم بنات. زينب مريم السلام عليكم، مرحبا حبيبتي مريم، مرحبا بالناس كاملين اللي معنا، مرحبا والف مرحبا بكم. كيف شفتوا معنا كاينه هاد النباله هادي، كتجي خطيره خطيره جدا هاد النباله، شي حاجه رائعه، شي حاجه زويونه. هكا السداده ديالها حتى هي كتحل على هاد الشكل هذا، أربعة آلاف وتمنمية وتسعة وأربعين درهم البنات، عقلوا معايا 4849 درهم على هاد الشكل هذا. غادي نشوفوها كيفاش كتجي في اليد من البوسة، واخا هاد لاطيرها كبيرة عليا البنات، ولكن ماشي مشكل، يعني أي طاي بغيتو كنصوبوها لكم، مكاينش نهائيا المشكل. كتجي على هاد الشكل هذا، حيد لكم هادشي باش ما برزتكمش. كتجي هكا، كتلبس مع الجلابه مع القفطان مع التكشيطه، اي حاجه بغيتي تلبسوا معها. من اللور ديالها كتكون على هذا الشكل هذا، على هذا الشكل هذا. هذا هو الشكل ديالها، 4000 849 درهم ديال البنات، يعني شي حاجه اللي واضحه كتجي غزاله، يعني كتجي باينه انيقه وزويونه. اللي بغات البنات دير ليا سكرين. هذا واعر وي زينب حبيبتي، هذا زوين خطير، يعني حتى هذاك الحجرات اللي فيه يعني فيهم اللمعان، يعني البغاسلي فيه واحد اللمعان اللي غزاله بزاف. دابا البنات غادي نشوفوا عاوتاني، نشوفوا شي حاجه وحده اخرى، نشوفوا هاد شواغوفسكي اللي فيه دو بوندونتيف هذا على هاد الشكل هذا، بحال هكا هذا كيجي على هاد الشكل هذا البنات، فيه حجيرات هنايا. البنات كانوا سولوني كنت درتو في اللايف
وسولوني على حساب شواغوفسكي هذا واش ذهب، هذا البنات هذا شواغوفسكي، يعني بحال ملي كنقولوا كريستال ولا شي حاجه هكا، يعني الاحجار اللي كتكون كتلمع، احجار اللي ما كتبدلش في اللون ديالها. بالنسبه للبوندونتيف على هذا الشكل، هذا كاين البوندونتيف الفراشه وكاين الخميصه على هذا الشكل، هذا حتى هو كيجي عاطي كيتلبس مع المكانه، وهذا راه ماشي ذهب، هذا راه شواغوفسكي اللي كيجي شي حاجه زويونه على هاد بحال هكا كيجي بحال هكا. ومرحبا والف مرحبا بكم، ودابا البنات بسلامه عليكم، ما سخيناش بكم، والله يعاونكم. باي باي عليكم البنات، بسلامه، الله يعاونكم.